هاي بداية المحاضرات عن الروت لوكس ميثود. تذكروا كنا ذكرنا انه الروت لوكس معناها المحل الهندسي. المحل الهندسي لنقطة هي مجموعة، هي الخط اللي بتتبعه هاي النقطة حتى تحقق شرط معين. إذا احنا بدينا في open loop system زي هذا السيستم من هون، هذا نعتبره open loop بدون الفيدباك وال proportional controller موجودة هون. هذا ال open loop system راح يكون فيه له 3 poles، واضح 3 poles لأنه هذه هون s to the cube مرفوعة. وإذا بتحللوا هذا حل المقام، تحلها بالحاسبة مثلا، راح تلاقي إنه هاي تنقسم ل s plus 1 مضروبة في s plus 2 في s plus 3. فعندي 3 poles، pole minus 1 radian per second، minus 2 radian per second، minus 3 radian per second. السيستم في وضعه الحالي بال open loop stable. كل ال poles في ال left hand side of the s plane. هلا طلعت فكرة الروت لوكس انه اشوف انا بدي احط هون proportional gain proportional controller واغير القيمة تبعت k. فكأنك هون بتفكر في عندي هون variable، كأنه هون في عندي سهم راح ابدا اغير القيمة تبعت k، راح تبدا قيمة k من زيرو. فكأنه قيمة k زيرو هي بتتناسب مع موقع الاوبن لوب بولز، محل ما كانوا عند ناقص واحد ناقص اثنين ناقص ثلاثة راح تكون بدايتهم. راح يبدوا يتحركوا، وقيمة k كل ما زادت قيمة k راح الاقي انه موقع هدول اللوبس راح يتحرك على الروت لوكس، على المحل الهندسي لهدول الثلاث بولز من هون. ووقتها بدراستي لها، طبعا انا عندي هون يونيتي نيجاتيف فيدباك، فاحنا بنعرف انه النيجاتيف فيدباك فيه له فوائد. احد الفوائد هاي ممكن يعمل لي ستابلايزيشن للسيستم، ممكن يخفف من ستيدي ستيت ايرور الموجود بالسيستم، ممكن يتغلب على الديستربنسز وهكذا. اذا احنا بهمنا انه نزيد هذا الفيريبل جين او نغير هذا الفيريبل جين، لكن بدنا نكون حذرين، بدنا نعرف بالضبط ايش القيمه اللي نثبتها في النهايه لكي. والروت لوكس ميثود هو احد الطرق، هو جرافيكال ميثود، جرافيكال زي ما راح نشوف هلا كمان شوي، انه بياني. ممكن نشوف كيف هذول بتحركوا الثلاث بولز، بيبدوا من مواقعهم الاوبن لوب وبتحركوا باتجاه بتحركوا كل ما زادت قيمه كي لحد ما كي توصل انفينيتي. في خطوره مثلا انه بعض السيستمز تصير انستابل، فلذلك احنا بدنا نعرف ايش قيمه كي المناسبه اللي بدنا نتوقف عندها. اذا الروت لوكس ميثود هو طريقه لرسم موقع الكلوز لوب بولز لما نبدا من كي قيمتها زيرو ونزيدها لحد ما توصل انفينيتي. وراح نشوفها في المحاضره اللاحقه بعد هاي المحاضره، راح نشوف كيف راح نرسمها فعليا على الاس بلين.